مساء الخير. في حلقات سابقة من برنامج العرب والموسيقى تحدثت عن العلاقة بين الفنون البصرية والفنون السمعية، فكانت هناك حلقة حول العلاقة بين الموسيقى والعمارة، حيث العمارة هي الفن الذي يتعلق بالفنون البصرية، يتعلق بالأشكال، يتعلق بالزخارف، بالأرابيسك والتزيينات. وكانت هناك حلقة ثانية حول العلاقة بين الموسيقى والألوان. في هذه الحلقة نحاول أن نعمق الحديث لنتكشف أوجه جديدة للعلاقة بين الموسيقى والألوان، ولكن قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، لماذا لا نتعرف إلى أوجه العلاقة العامة والمطروقة بين الموسيقى والألوان؟ في الواقع هناك ثلاثة أوجه للعلاقة. الوجه الأول هي العلاقة من حيث البناء. الصوت الموسيقي دوما ينتج عن عدد من الاهتزازات في الثانية. مثلا إذا أخذت وتر ونقرت عليه فسينتج صوت، هذا الصوت نتج عن اهتزاز هذا الوتر. الآن إذا قصرت هذا الوتر وأعدت النقر سينتج صوت آخر. لماذا الصوت الآخر؟ لأن عدد الاهتزازات في الثانية الناتج بسبب قصر طول الوتر في الحالة الثانية كان مختلفا، كان عدد الاهتزازات أكثر وبالتالي نتج صوت آخر. فإذا عندما أستمع إلى لحن موسيقي هو مؤلف من مجموعة من الأصوات، وكل صوت منها ينتج عن عدد من الاهتزازات في الثانية. هذه الأصوات الموسيقية تتعلق بدرجة حساسية الأذن البشرية. الأذن البشرية لا تستطيع أن تميز عدد من الاهتزازات في الثانية إذا كان أقل من 16 هزة. فإذا إذا أخذت وتر ونقرت عليه بقوة قليلة جدا فتحرك وأعطاني عدد الاهتزازات أقل من 16 فلن تحس الأذن البشرية بأي صوت. أما إذا زاد عدد، وأيضا إذا زاد عدد الاهتزازات عن 20,000 أيضا الأذن البشرية لا تتحسس لهذا، وبالنتيجة فالأصوات الناتجة أو التي عدد تواتراتها بين 16 هزة و 20,000 هزة هي التي تستطيع أن تميزها الأذن البشرية. الآن الألوان وهي الموضوع الجزء الثاني، العنصر الثاني في هذه العلاقة، أيضا تنتج عن عدد من الاهتزازات، ولكن هنا ليس العدد هو 20,000 هزة أو 16 هزة أو ما بينهما، ولكن عدد كبير جدا، مئات آلاف المليارات من الاهتزازات في الثانية. ولكن الطبيعة نفسها هنا عدد الاهتزازات، وهناك هنا ينتج صوت تحسه الأذن، وهناك ينتج لون تراه العين. فإذا من حيث البناء في الواقع البناء واحد. طبعا هنا يوجد أيضا سبعة أصوات موسيقية تشكل النغمة الموسيقية. عندما أقول النغمة الفلانية
دو ري مي فا صول لا سي هي 7 أصوات موسيقية. أيضا ألوان الطيف، عندما نحلل ألوان الطيف ينتج 7 ألوان، وقد درس العلماء هذه الظاهرة ألوان الطيف مثلا المتحلل، ورأوا أن إذا أخذوا تواترات ألوان الطيف 7، نسبوا هذه التواترات كنسب رياضية، رأوا أن هناك مقابل لها كتواترات لنغمات موسيقية معروفة. إذن هذا هو الوجه الأول، العلاقة بين الموسيقى والألوان من حيث بناء الأصوات وبناء الألوان. الوجه الثاني هو العلاقة بين الألوان والأصوات. مثلا في مجال الألوان يقال أن هناك ألوان حارة وهناك ألوان باردة. مثلا نستعرض هذه اللوحة، هذه اللوحة فيها جزء من مشتقات الأزرق هنا، هذا الجزء يسمى أو هذه المجموعة من الألوان تسمى مجموعة الألوان الباردة لأنها من مشتقات الأزرق وتعطي انفعالات هادئة. الآن هذه المجموعة هنا من الألوان نلاحظ أنها من مشتقات الأحمر، وهي يقال عنها ألوان حارة لأنها قد تعطي أحاسيس وانفعالات حارة. الآن في الموسيقى أيضا هناك أصوات، عندما يكون العزف في منطقة الأصوات المنخفضة فإن الانفعال الناتج الذي يحس به السامع هو انفعال هادئ، وأيضا إذا كان العزف في منطقة الأصوات الحادة فالانفعال يصبح انفعالا حارا. والإيقاعات عندما نستمع إلى اللحن بإيقاع هادئ بإيقاع بطيء أيضا هنا يكون الإيقاع بطيء والإحساس هادئ، وعندما يكون الإيقاع سريع يصبح الإحساس حار. والت ديزني في فيلم فانتازيا درس هذه العلاقة وجرب كيف يستطيع أن ينتقل بالألوان وأن يعبر بالألوان، ولكن هذا التعبير كان في هذا الوجه من العلاقة، حيث عندما يكون العزف في منطقة الأصوات الهادئة المنخفضة تكون الألوان الناتجة باردة أي من مشتقات الأزرق، وعندما يكون العزف في منطقة الأصوات الحادة تكون الألوان الحمراء الحارة هي المسيطرة.
هو الوجه الآخر للعلاقة بين الموسيقى والألوان؟ في الواقع الإنسان هو الذي يحكم هذه العلاقة، فهو الذي يستقبل الموسيقى، وهو الذي يستقبل بصريا طبعا الأعمال الفنية التي تستخدم الألوان، هو الذي يرى الطبيعة بكل ألوانها الزاهية، وفي الليل عندما تغيب الشمس وكيف تتحول الألوان من ألوان مشعة وضاءة إلى ألوان باردة بالتعبير الفني التشكيلي. الإنسان هو الذي سيحدد هذا الوجه الجديد للعلاقة. لكن قبل أن أستفيض، لماذا لا أستضيف في هذه الحلقة ضيفا عزيزا سيكون لوجوده الأهمية الكبيرة في تعميق هذه التجربة، في تعميق استكشاف هذا الوجه الجديد للعلاقة بين الموسيقى والألوان. سأرحب إذن في هذه الحلقة بالأستاذ الدكتور فاتح المدرس، الأستاذ الدراسات اللونية في كلية الفنون الجميلة. أهلا وسهلا بضيفنا العزيز. شكرا دكتور فاتح. واقع يعني أنا تجربتي في مجال الألوان تبقى تجربة محدودة، أنا لست مختصا في هذا المجال، أستطيع أن أتكلم عن الموسيقى، ولكن مع ذلك يعني هناك طبعا من الثقافة العامة الإنسان يستطيع أن يتكشف هذه الأوجه التي تحدثت عنها قبل قليل، الأوجه في للتقارب في مجال البناء، الأوجه للتقارب في مجال العلاقة، الألوان الحارة والباردة. ولكن ما يهمنا أكثر هو أن نتكشف الوجه الجديد للعلاقة الذي يمر بالإنسان. يعني نحن نعلم أن في مخزون ذاكرة الإنسان هناك أشكال، هناك حوادث، هناك ألوان من بيئته، من طفولته، هناك نغمات موسيقية وألحان سمعها من أمه عندما كانت تغني له، عندما كان في المهد، وعندما كبر أيضا ألحان سمعها في قريته. فلا شك السؤال الآن، إذا استمع هذا الإنسان بالصدفة إلى لحن ما، ألا يمكن أن يحرر باعتبار أن مخزون الذاكرة فيه أشكال وألحان وألوان، ألا يمكن أن يحرض هذا اللحن المعين، ألا يمكن أن يحرض في ذاكرته شكلا ما أو لونا ما؟ ما هو رأيك؟ أكثر الفنانين التشكيليين بيرسموا وهم يستمعون إلى بعض المقطوعات الموسيقية التي يتفاعلون معها. نعم. مثلا أخذ نفسي مثلا، منذ سنوات طويلة كنت أرسم على موسيقى بيلا بارتوك المجرية. كنت حينئذ أمر بجو نفسي تطلب أن أستغرق في سماع السيمفونية الأولى كمان، وهي مقطوعة صعبة جدا. صحيح. صعب سماعها. نعم. وعندما مررت بمرحلة نفسية أخرى رأيتني أستمع إلى ديبوسي البحر. نعم. الأبعاد والبحر. وعندما عدت إلى دمشق رسمت عشرات اللوحات على أغاني وموسيقى المغني اللبناني المشهور ودي الصافي. ودي الصافي، استاذ ودي الصافي. نعم. ثم تطور الامر، كنت الاحظ على نفسي في كل فتره استسيق نوعا معين من الموسيقى. نعم. ما هو السر؟ قل لي انت. يعني انا هنا اطرح الاسئله على كل حال، يعني استطيع ان أقول أولا أن الاختيار لا شك أن هناك ذوق موسيقي أولا، فأنت طبعا موسيقي أيضا، ولست فقط فنانا تشكيليا كبيرا، ولكنك أيضا موسيقي بارع في العزف على آلة البيانو، وقد استمعت إليك مرارا. فالواقع هنا لا أستطيع أن أجيب، ولكن أقول أن هناك نوع من الاختيار.
هناك نوع من التعايش مع لحن معين. بيلا بارتوك أعماله لها صلة بالشرق، يعني هو فنان كبير ولكنه باحث موسيقي زار أغلب البلاد العربية وسجل العديد من الأغاني، كان يهتم بالفولكلور، الموسيقى الشعبية العربية أو في منطقة الشرق. فلا شك أن هذا أثر على أعماله، ولا شك أنك بشكل ما رأيت في أعماله شيئا من الجذور الذي هذه الجذور أثرت بك بشكل ما. لا أستطيع أن أطلق طبعا، ولكن هناك ديبوسي أيضا أعماله لحنية ليس فيها التعقيد الهارموني الكبير، فهي أيضا يمكن أن تمس جانبا من جوانب. وطبعا وديع الصافي، الأستاذ وديع صوته صوت الجبل وصوت الشرقي الأصيل. سؤال ثاني. نعم. في رأيك أن الموسيقى الباردة لها علاقة بالهدوء؟ ما نقول بالبشاعة الباردة؟ ليس في رأيي، لا أنا كلها نظريات فرضيات وأرض النقاش، ليس هناك آراء مطلقة. في حرب بيروت لبنان أخيرا كنت لا أستسيق إلا رسم اللوحات الزرقاء القاتمة. نعم. هل هذه الألوان التي أستعملها مثلا في هذه اللوحة أزرق على أنواع وبعض النقاط الحمراء رسمتها وأنا حزين وأنا منفعل حزنا؟ لماذا ترجم الحزن والأسى إلى أزرق مع أنه مع أن مصدره عنف؟ هذا يعني أن في ذاكرة الإنسان أو في نفس الإنسانية استطالات وأعماق يصعب أن تحسب رياضيا دون وسائل علمية. صحيح. علينا أن نتصور شكلا له استطالات من كل جوانب وهو مخزون الصوتي فرض. نعم. أنا أشعر أن هناك تجمعات ذات تزامن، يعني الأصوات التي تهمني دائما هي أصوات التي سمعتها وأنا طفل. نعم. مثلا صوت الديب، صوت الديك. نعم. صوت امرأة شريرة. نعم. تصرخ، فقط تصرخ. نعم. فتركت عندي شعورا رهيبا، لا أستطيع أن أستمع إلى صوت امرأة تصرخ. نعم. أصاب بأذى حقيقي. نعم. هذا المخزون ضمن ذاكرة الإنسان هنالك أرشيف كبير ضخم جدا متنوع. هذه الموسيقى أو هذا الشيء المخزون من الصوت، هذه الذبذبات المخزونة يمكن ترجمتها إلى ألوان. نعم. لكن ليس على القاعدة التي تقول أن الألوان الباردة تترجم مشاعر باردة أو الألوان الحارة تترجم مشاعر حارة. أنا لا أشعر بها. لا. أحيانا إنني أترجم اللون الأزرق القاتم إلى لون جدا انفعالي، لون حار، لون انفعالي حار. نعم. طيب إذا هذا الأمر لا يزال قيد الدرس. في الواقع أنا ما عرضته لم يكن إلا هو الرأي الشائع. أنا قلت أننا هنا في هذه الحلقة من البرنامج سنحاول أن نتفحص أو نتكشف أجوبة جديدة لأسئلة مطروحة. الأجوبة الجديدة هي ما هو دور الإنسان في هذه العلاقة، وقد وضحت لي الآن أن الإنسان ليس آلة، ليست هي ترجمة نعطيها للحاسب فنقول له خذ ألوانا، كل ما سمعت لون، كل ما سمعت صوت في منطقة أصوات حارة أعطينا ألوان حمراء أو من مشتقاتها، وكلما أعطيناك الأصوات منخفضة أعطينا ألوان قاتمة. إذن الموضوع ليس هذه الترجمة، وإنما كل ترجمة يجب أن تمر عبر الإنسان، وبالتالي فهي ترجمة ذاتية شخصية، أي ما تراه أنت من لحن ما ليس بالضرورة ما أراه أنا لو كنت فنانا تشكيليا. طيب. ولذلك الموضوع شخصي وذاتي. الموسيقى كلغة تجريدية، يعني
إذا عزفت نعم رموز عبارة ثلاث نوتات ورا بعضها ليس معنى ذلك إنها لا أو نعم أو تفاحة، لا، إنها رمز صوتي لغة مجردة. فترجمتها كما قلت فعلا، إذا وضعنا 10 رسامين مع ألوانه مثل الطاولة نترجم قطعة لك، مستحيل أن تشابه 2 طبعا. وهنا دور الإنسان وهنا الإبداع والفن. هي عملية إغناء للتجربة البشرية. يعني عدم التماثل هو دليل على غنى غنى التجاوب. صحيح. التجاوب الذي يثيره هذا اللحن، تجاوب كان تجاوب لوني أو ربما كان شاعرا فكتب. لنقم بتجربة، لنقم بتجربة، أريد قطعة مقطوعة موسيقية ذات حس ذات تجريد معمق. تجريد معمق يعني أي كلمة ما يعني هل تريد مكتير علمية لعل التجربة مكتير. تكون أفضل أو أسهل لي أن أعطي شيئا وأنت تستقبله. أنا ما أستطيع أن أسميه. أنا قلت تجريد معمق لأنه هذه آلة عربية وأنت ستسير على سلالم وعلى مقامات معروفة لدى كل الناس في العالم العربي، لكن هناك تكوينات ذاتية خالصة ربما تستعيرها من هذه المقامات في إيقاع معين، كما يرسم صديقنا مثلا محمود حماد يرسم مجرد. لا. لكن إذا نظرت في أعماق التجريد عنده ترى شكلا خفيا. صحيح. فلنجرب إذا، وأنا مستعد على شرط واحد. لا. لا تقل لي إن هذه ليست ترجمة لموسيقاي. لن أقول شيئا لأن الناتج هو ذاتي وشخصي، فإنها ترجمة كما رأيت. سأحاول جاهدا أن أكون صادقا مع نفسي أولا. تفضل.
مسجلة طبعا مسجلة. لا انت ربحت مقطوعة موسيقية جدا جيدة، أثرت فيني كثيرا لولا هذا الضوء القوي هذا. يعني هذا لا بد منه. سأريك. أرض ونازحون. نعم بشكل مبسط طبعا جدا. طيب اللون الثقيل فيها هو هذا. نعم الأرض. صحيح صحيح. ما ستبقى جميلة ما قليل المقدار، ثم هذه السماء وهذا الضوء الكامل. فهذا سكتش طبعا طبعا، ولكن فعلا انها لوحة. لقد روحت انت ايضا. لا هذه ليست لوحة. لا تستطيع ان تبني عليها. هذه مثل كلمة، يعني كلمة شكرا لك. فعلا في القسم الثاني من المقطوعة انا كنت ابكي، يعني تملكت نفسي انا. هذه علاقة. انت فنان كبير وموسيقي وذو حس مرهف. يعني الحياة نحن في هذا البرنامج، يعني أنا سعيد جدا. على كل حال، لماذا اعتبار أننا في برنامج تلفزيوني ولسنا في البيت يعني. البيت، لماذا لا نحاول أن نتفحص أسلوبا آخر، وهو أسلوب في الموسيقى جديد. سأحاول أن أجرب أن أعطي جوا جديدا و أن نرى ماذا يمكن أن يترجم إلى شكل أو إلى لون. ما رأيك؟ يعني هل يمكن أن ندخل التجريد؟ هل يمكن أن أسمعك لحنا مختلفا بعيدا عن هذه الجمالية اللحنية الشرقية الواضحة نسبيا، وخاصة في القسم الثاني من ما سبق وعزفت؟ طيب واه تكرم. Thank you.
لبنان إيه. ما بحسن يهرب الإنسان من واقعه، ما بحسن. طبعاً طبعاً الفن مرآة اللي يعني يراه الإنسان حوله، في شيء من الالتزام، يعني ما أحسن نهرب من الواقع، ترجع من الواقع رهيب. هاي اللوحة شايفها هذه، أنا في عاسي عن لبنان، أنا كثير متأثر، ما بحسن أخرج عن هموم وطني ابدا يعني. انا ولا غيري من الفنانين طبعا طبعا. هاي ما هي الترجمه، يعني لوحه بناء تجريدي طبعا، بناء، ولكن فيها مضمون واقعي صحيح. يعني ما حسبتك الوان صماء فقط، ممكن كانت تترك الوان، فقط الوان تترجم بصريا بدون كلمه يعني. بس يعني امل ان طبعا لابد من التذكير بأن ما تراه هنا من هذه الترجمة، لو إذا استطعنا أن نسميها ترجمة، هي ترجمة ذاتية وشخصية لما سمعت.
وكان يمكن أن يكون هناك فنان آخر وأن حتما شيء آخر بالصم آخر. يعني ليس هذا هو الترجمة لما عزفت أنا، وإنما هي إحدى الإمكانيات التي ظهرت. بس الموسيقى هذه مثيرة بشكل أثرتني في مقطع صغير، أثرني بشكل رهيب. عرف الكلمة على اللوحة؟ أنا لم أحد. الله ليس الوطن ليس كلمة، في كلمة قد تقرأها لنا إذا أمكن. الوطن ليس كلمة، الوطن ليس كلمة. دخل أدب فيها كمان. دخل أدب، دخل أي جملة ما لها لزوم مباشر في اللوحة، يعني فقط ليس تلطيف الحرارة الشديدة الموجودة هنا. يعني بقي لدينا محاولة أخيرة. عندك وقت؟ أظن أن هناك بعض الوقت لكي نجري تجربة بسيطة، ولكن هنا أريد مقطوعة عن الصحراء السورية، عن البلد السورية، هل ممكن؟ الآن تطلب مني أن أترجم لك؟ فلنحاول. مثل ما عم تحرجني بدي أحرجك. لا نحاول. هذا إحراج، هذا طبعاً. أن يرسم إنسان عند ساعة الطلب مهما كان الطلب بعيدا أو ولو كان الجو لطيف، كلهم أصدقاء ويحبون الفنون، لكن ذرة واحدة من الإحراج أو التقليد طبعا الفنان يهدم كل البناء. صحيح. لكن أنت في المقطوعة الأولى نفدت. نعم نفدت، ما كنت موجود هون، أنت لم تكن هنا أنت. يعني هنا بقى الفنان يجب عليه أن يستطيع أن يعزل نفسه. أنت نفدت، بهنيك. أنا ما أحسن أنفد. لا سأحاول أن أرسم البادية. نعم. موضوع أحبه. نعم. بس لأرى ما هو اللون الذي يمكن أن تمنحني إياه. فلنجرب. تفضل. Thank you.
ممتاز. أفريكو أستاذي. في نهاية حلقة اليوم ليس لي لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ دكتور فاتح مدرس الذي شرفنا بزيارته والذي أتمنى أن تكون حصيلة عمله مع جهدي المتواضع قد وضحت بشكل ما وجود تلك العلاقة، ذلك الوجه الآخر للعلاقة بين الموسيقى واللون، ذلك الوجه الذي يجب أن يمر عبر الإنسان وعبر ذاكرة الإنسان وعبر المخزون الذي يحتويه دماغ الإنسان وذاكرة الإنسان من حوادث مرت به في طفولته، مرت به في حياته، في علاقته مع الناس، في دراسته، في البلاد التي سافر إليها، في تعامله في تعامله مع الشمس، في تعامله مع المناخ الذي دائما يسيطر. لعل في أعمالك شيئا ما من تلك الشمس الساطعة، من ذلك الجبل، من تلك الطفولة ومن تلك الأسرة التي عشت فيما بينها. وإذا لا يمكن أن نترجم موسيقى إلى لون هكذا، لا يمكن أن نقول الموضوع هو عبارة عن توترات أو عدد ذبذبات أو هكذا، لا يمكن، وإنما هو الإنسان الذي يحكم كل الفنون وهو الذي يسبب كل الإبداع. إلى حلقة قادمة. Thank you.